بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 47. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق أحاديث تذم ما كان عليه أهل الجاهلية، قال: وأيضا ما رواه مسلم في صحيحه عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليريه دمه. قال المحقق: لم أجده ليريق دمه. نعم. قال المحقق: لم أجده في مسلم بهذا اللفظ، وإنما وجدته في البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه أمور حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما هو من أمور الجاهلية، وهو محل الشاهد في الحديث، وهو محل الشاهد من الحديث. الأمر الأول: الملحد في الحرم. والملحد هو الذي يفعل الإلحاد، وهو المعصية، لأن الإلحاد في اللغة هو الميل، والمعصية ميل عن طاعة الله سبحانه وتعالى، والمعصية محرمة في أي مكان، ولكنها في الحرم أشد، لأنها مع كونها معصية فهي انتهاك لحرمة الحرم، فيجتمع فيها مفسدتان. هذه واحدة. والله جل وعلا يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والثانية: المبتغي سنة جاهلية. والسنة المراد بها الطريقة في اللغة، والمراد بها هنا عمل شيء من أعمال الجاهلية، كالنياحة على الميت، كالعصبية للقبائل والأشخاص، وكالاستسقاء بالنجوم، غير ذلك من أمور الجاهلية وخصال الجاهلية. فالذي يحيي سنة من سنن الجاهلية هذا قد ارتكب إثما عظيما، لأن الإسلام جاء لمحو الجاهلية وإزالتها وإبعاد الناس عنها، لأنها شر محض. فالذي يحيي سنة من سنن الجاهلية يكون ذنبه أعظم. والثالث: الذي يستحل دم امرئ مسلم بغير حق أو دم معاهد، وهو النفس التي حرم الله بالإسلام أو حرمها بالعهد، فالذي ينتهك هذه الحرمة، الله جل وعلا قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد
المسيرة 40 سنة، رواه البخاري. والشاهد من هذا الحديث مبتغ في الإسلام سنة جاهلية، فدل على أننا ممنوعون من كل ما يمت إلى الجاهلية بصلة من الأقوال والأفعال والاعتقادات وغير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: أخبر صلى الله عليه وسلم أن أبغض الناس إلى الله هؤلاء الثلاثة، وذلك لأن الفساد إما في الدين وإما في الدنيا، فأعظم فساد الدنيا قتل النفوس بغير الحق، ولهذا كان أكبر الكبائر بعد أعظم فساد الدين الذي هو الكفر. نعم. وأما فساد الدين فنوعان: نوع يتعلق بالعمل ونوع يتعلق بمحل العمل. فأما المتعلق بالعمل فهو ابتغاء سنة الجاهلية، وأما ما يتعلق بمحل العمل فالإلحاد في الحرم، لأن أعظم محل العمل الحرم، وانتهاك حرمة المحل المكاني أعظم من انتهاك حرمة المحل الزماني، ولهذا حرم من تناول المباحات ومن الصيد والنبات وفي البلد الحرام ما لم يحرم مثله في الشهر الحرام. نعم. كما أشرنا سابقا حول هذا الحديث، فالشيخ رحمه الله أراد أن يوضح توضيحا أكثر حول هذا الحديث، ويبين أن أعظم الناس جرما هم هؤلاء الثلاثة الذي يحيي سنة جاهلية في الإسلام، والذي يلحد في الحرم، والذي يقتل نفسا محرمة بغير حق. ولا شك أن قتل النفس بغير حق أنه من أكبر الكبائر بعد الشرك. الله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، حرمها بالإسلام أو حرمها بالعهد. ثم أشار الشيخ رحمه الله إلى أن المعصية في المكان المحرم أعظم من المعصية المطلقة في أي مكان، كما أشرنا، لأنه يجتمع في ذلك جريمتان: جريمة فعل المعصية وجريمة انتهاك حرمة الحرم. والحرم أو المحرم قد يكون في الزمان كالأشهر الحرم، وقد يكون في المكان وهو المشاعر، مكة والمشاعر، فهذه حرمات الله عز وجل، فالذي يفعل فيها جريمة يكون أشد إثما من الذي يفعل الجريمة في الأشهر الحرم. وإن كان الكل محرما شديد التحريم، ولكن المكان المحرم أعظم من الزمان المحرم، بدليل أن الله حرم أشياء كانت مباحة في غير الحرم، كالصيد وقطع الشجر وأخذ العشب، اختلاء الخلا يعني قطع العشب وجمعه الأخضر، هذا مباح في غير الحرم، ولكنه في الحرم حرم من أجل المحافظة على حرمة الحرم، فدل على أن حرمة المكان أشد من حرمة الزمان. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولهذا كان الصحيح أن حرمة القتال في البلد الحرام باقية كما دلت عليه النصوص الصحيحة بخلاف الشهر الحرام. نعم. ومما يدل على أن حرمة المكان أشد من حرمة الزمان أن القتال في الحرم محرم ومستمر إلى أن تقوم الساعة. قال تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في الحرم،
قيل هذا من خاصيته صلى الله عليه وسلم، وقد بين صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: إنما أبيحت لي ساعة من النهار ولم تحل لأحد من قبلي. فالرسول صلى الله عليه وسلم له خاصية في هذا دون غيره، فلا يجوز ابتداء القتال في الحرم. أما قتال الدفع لمن قاتل فإنه يقاتل ولو كان في الحرم، ولو كان عند الكعبة دفعا لشره. فهذا هو التفصيل في القتال في الحرم. وأما القتال في الأشهر الحرم فالصحيح أنه منسوخ، الصحيح أنه منسوخ، وأنه يجوز القتال في أي وقت توفرت شروطه، لقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. والمراد بالأشهر الحرم كما بين الشيخ رحمه الله أن المراد بها أشهر الفسحة، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، المهلة التي أعطاها الله للمشركين عند نبذ عهودهم، أعطوا مهلة أربعة أشهر ثم بعدها يقاتلون. وهذا هو معنى قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم، يعني مهلة الإمهال لهم. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. نعم. قال رحمه الله: فلهذا والله أعلم ذكر صلى الله عليه وسلم الإلحاد في الحرم وابتغاء سنة جاهلية. اي نعم، أن هذا من أشد المحرمات في هاتين الخصلتين. وكونه صلى الله عليه وسلم قرن ابتغاء السنة الجاهلية بالإلحاد في الحرم، هذا دليل على شناعة إحياء أمور الجاهلية، وأنها قرينة الإلحاد في الحرم مع ما في الإلحاد في الحرم من الغلظة وشدة الإثم. نعم. قال: والمقصود أن من هؤلاء الثلاثة من ابتغى في الإسلام سنة جاهلية. هذا هو محل الشاهد. نعم. فسواء قيل متبع أو مبتغ فإن الابتغاء هو الطلب والإرادة، فكل من أراد في الإسلام أن يعمل بشيء من سنن الجاهلية دخل في الحديث. نعم. والسنة، نعم، هو مبتغ في الإسلام سنة جاهلية، أي من أراد أن يحيي شيئا من أمور الجاهلية عند المسلمين، فإنه من أشد الناس إثما عند الله سبحانه وتعالى. نعم بالله. سواء دعا إليها أو فعلها بدون دعوة، بدون دعاء إليها، المهم إحياؤها بالقول أو العمل، أو في العمل والفعل. فالواجب علينا ترك أمور الجاهلية وما كانت عليه من العوائد الباطلة والسنن الضالة، لأن الله أغنانا بالإسلام عن أمور الجاهلية. نعم. قال: والسنة الجاهلية كل عادة كانوا عليها، فإن السنة هي العادة، وهي الطريق التي تتكرر لنوع من الناس مما يعدونه عبادة أو لا يعدونه عبادة. المراد بالسنة الجاهلية ما عليه أهل الجاهلية من العادات والتقاليد، سواء من الأقوال أو من الأفعال، وسواء اعتبروه عبادة أو اعتبروه من باب العادة، فإننا ممنوعون من التشبه بهم، لأن هذا يعلق القلوب بأهل الجاهلية، وربما أنه يفتح الباب لتغيير أحكام الإسلام وإحداث أمور الجاهلية مكانها. ولهذا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. نعم. فالناس يحنون مع الجهل ومع طول الزمان، يحنون إلى أمور الجاهلية، ولذلك تجدهم الآن يحنون إلى إحياء الآثار. نعم. والتراث وما أشبه ذلك، هذا ليس عبثا، وإنما هذا بدافع من الشيطان ومن دعاة الضلال، فإنهم إذا أحيوا آثار الجاهلية وأمكنة الجاهلية فإن هذا يجر إلى إحياء سنن الجاهلية، فينبغي سد هذا الباب نهائيا، وأن نعرف خطط الأعداء
الذين يتربصون بالمسلمين الدوائر، فهم يأتونهم من هذه النواحي. نعم، أشرت بشيخ إلى أن ذلك سبب لتعلق القلوب بأهل الجاهلية. نعم، هو كذلك. نعم، أحسن الله إليكم. يعني تعظيمهم وتعظيم ما كانوا عليه، وأن يقال هذا من مآثر الأسلاف ومن كذا ومن كذا، حضارتنا السالفة. حضارة، نعم، حضارات نحن أغنانا الله بالإسلام عن كل شيء، الحمد لله. فما كان في الإسلام فهو المطلوب منا، وما كان ليس في الإسلام فإننا نتركه ونرفضه رفضا تاما. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مما يعدونه عبادة أو لا يعدونه عبادة. قال تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. والاتباع هو الاقتفاء والاستنان، فمن عمل بشيء من سننهم فقد اتبع سنة جاهلية. وهذا نص عام يوجب تحريم متابعة كل شيء من سنن الجاهلية في أعيادهم وغير أعيادهم. الله تعالى أمر بالسير في الأرض للنظر في آثار الدمار الذي حصل على الكفار من أجل الاتعاظ والابتعاد عن أعمالهم، لئلا يصيبنا ما أصابهم. فالنظر في آثار الكفار من أجل الاعتبار والاتعاظ هذا مطلوب. سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، فتلك بيوتهم خاوية لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. فالواجب الاعتبار والاتعاظ. ولهذا لما مر الصحابة رضي الله عنهم في طريقهم إلى غزوة تبوك، مروا بديار ثمود، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. فالنظر في هذه الآثار من باب الاعتبار والاتعاظ والتذكير هذا أمر مطلوب. أما النظر فيها من باب الإعجاب وأن هذه حضارة وأن لنا تاريخا قديما ومجيدا، فهذا من الاغترار بأمور الجاهلية. نعم. قال: وهذا نص عام يوجب تحريم متابعة كل شيء من سنن الجاهلية في أعيادهم وفي غير أعيادهم. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن أو سنن من كان قبلكم. هذا من باب التحذير، إخبار معناه التحذير والنهي عن اتباع سنن الجاهلية. ومن ذلك سنة الأعياد، فما اعتاد الجاهلية أن يجعلوه عيدا مكانيا أو زمانيا فإننا منهيون عنه. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستفتيه، قال إنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة، اسم موضع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ يعني هل كان فيها في الزمان الماضي؟ قال: لا. قال: هل فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. فدل على أن أعياد الجاهلية لا يجوز إحياؤها أو موافقتهم فيها، حتى ولو لم نقصد هذا الشيء. ولو كان الذابح يذبح لله، لكن إذا ذبح في مكان كانت الجاهلية تعظمه وتذبح فيه فإن في هذا تشبها بهم وفتحا للذريعة للتشبه بهم وفعل مثل أفعالهم. ودين الإسلام جاء بسد الذرائع التي تفضي إلى الشرك وإلى البدعة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولفظ الجاهلية قد يكون اسما للحال وهو الغالب في الكتاب والسنة، وقد يكون اسما لذي الحال. فمن الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. وقول عمر: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة. وقول عائشة: كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء. وقولهم: يا رسول الله كنا في جاهلية وشر، أي في حال جاهلية أو طريقة جاهلية أو عادة جاهلية ونحو ذلك. نعم، الجاهلية هو ما كان عليه الناس قبل البعثة، هذا هو الجاهلية، ولا سيما العرب والأميون، فإنهم لم يكونوا على شيء أصلا، بل كانوا على عادات وتقاليد ابتدعوها
وعلى كفر وشرك بالله عز وجل، فالإسلام جاء بإزالة كل ما كان من أمور الجاهلية. والجاهلية قد يكون صفة، قد تكون صفة وقد تكون مكان أو حال من الأحوال، فالجاهلية تتنوع. ومن الأول قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني فيك خصلة من خصال الجاهلية وهي الطعن في النسب، لما طعن في نسب أحد الصحابة لكونه مولى من الموالي، فهذه عده النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الجاهلية. والفخر بالطعن في الأنساب من أمور الجاهلية، والفخر بالأحساب. والثاني الحال، وهو ما كان من أحوال الجاهلية سواء في عباداتهم أو في عاداتهم الخاصة بهم أو نحو ذلك. نعم. قال: فإن الجاهلية وإن كانت في الأصل صفة، لكن غلب عليه الاستعمال حتى صار اسما، ومعناه قريب من المصدر. نعم. وأما الثاني إرادة ذي الحال، فتقول: طائفة جاهلية وشاعر جاهلي، وذلك نسبة إلى الجهل الذي هو عدم العلم. نعم. الشاعر الجاهلي هو ما كان قبل الإسلام، كامرئ القيس والنابغة الذبياني والأعشى ميمون بن قيس وغيرهم من شعراء الجاهلية. يقال شاعر جاهلي، أي أنه عاش في الجاهلية ولم يدرك الإسلام، أو أدرك الإسلام ولكنه لم يسلم كالأعشى، فإنه عاش وأدرك الإسلام وأراد أن يسلم لكن صده المشركون ومات على الجاهلية والعياذ بالله. الحاصل أن الجاهلية تطلق على الحال، فالحال الذي عاش فيها هؤلاء جاهلية، فلهذا يسمون بالجاهليين، شاعر جاهلي. نعم. قالوا: ذلك نسبة إلى الجهل الذي هو عدم العلم أو عدم اتباع العلم، فإن من لم يعلم الحق فهو جاهل جهلا بسيطا، فإن اعتقد خلافه فهو جاهل جهلا مركبا. نعم. الجاهلية مأخوذة من الجهل وهو عدم العلم. نعم. لأنهم كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين، كما أخبر الله عز وجل، ليسوا على علم لا من هدي الأنبياء ولا من غير ذلك، بل كانوا على جاهلية منقطعة عن الرسالات، لذلك سمي بالجاهلية، سميت بالجاهلية لعدم العلم فيها. هذه هي الجاهلية. والجهل على قسمين: جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط هو عدم معرفة الحق، وهذا أقرب إلى قبول الحق، قد يكون ارتكب الخطأ لأنه لا يعرف الحق، فإذا بين له الحق قبله، هذا هو الجاهل البسيط. الثاني الجهل المركب، وهو الذي يجهل ويجهل أنه يجهل، أو لا يعلم ولا يدري أنه لا يعلم، بل يظن أنه عالم، هذا هو الجهل المركب، وهذا أشد والعياذ بالله. هذا أشد أن يكون الإنسان يعلم أنه على جهل ولكن لا يعترف بذلك. نعم. قال: فإن قال خلاف الحق عالما بالحق أو غير عالم فهو جاهل أيضا. إذا قال بخلاف الحق فهو جاهل، سواء كان جهلا بسيطا أو جهلا مركبا، لكن الجهل المركب أشد من الجهل البسيط، لأن الجاهل البسيط يقبل التوجيه، وأما الجاهل المركب فلا يقبل التوجيه في الغالب، فهو أشد. نعم. قال: كما قال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صفات عباد الرحمن أنهم إذا خاطبهم الجاهلون، والمراد بالجهل هنا عدم العلم، عدم الحلم، قالوا أي عباد الرحمن سلاما، أي لا يردون عليهم بالمثل، وإنما يقولون قولا فيه سلامتهم
من أن يجهلوا مثل هؤلاء. فهذا من صفات عباد الرحمن. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل. إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث، والرفث هو المعصية أو هو الجماع ودواعيه، فالصائم ممنوع من ذلك، يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجل الله سبحانه وتعالى. ولا يجهل يعني لا يأتي بشيء من الجهل، وهو خلاف العلم خلاف الحق، كالشتم والسب والغيبة والنميمة وغير ذلك. نعم. قال: ومن هذا قول بعض شعراء العرب: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وهذا كثير، وكقول عمرو بن كلثوم التغلبي في معلقته: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ليس المراد بالجهل هنا عدم العلم، وإنما المراد بالجهل هنا عدم الحلم، يعني لا يبغي أحد علينا أو يتعدى أحد علينا فنجهل عليه أكثر من جهله، وهذا من باب التهديد، وهذا من باب التهديد، وهو ذم بلا شك. أن الجهل سواء كان جهلا بسيطا أو مركبا فهو مذموم. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، للشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم. وهذه تحية مهندس الصوت يحيى عبد الله إبراهيم. حتى نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.